السلام عليكم مشاهدينا، وعودة لكم مجددا بحلقة جديدة من مطبخ الشيف أحمد. اليوم وصفتنا سهلة وسريعة وفرنسية. رح نعمل عجينة الكريب. رح نعمل وصفة الكريب سوزات مع عصير الليمون المكرمل، ورح نقدم معها هيك شوية مربى البلوبري. رح نقدمها بطريقة مرتبة وحلوة كتير. طبعا هيدي الوصفة مطلوبة كتير، فيها تنعمل بأي نوع من الفواكه، فيها تنعمل بالموز بالشوكولا حتى بالموالح، ولكن اليوم رح نعملها كريب سوزات. تابعوا معي. بداية بوعاء بدي احط الطحين، شوية ملح، سكر، عندي هون زبدة دايبة، عندي ايضا حليب سائل. طبعا المقادير اسفل الفيديو رح تكون موجودة. بيض، شوية فانيلا سائلة او بودرة، برش برتقال، هلا طبعا بدنا نحركهم لنتيجة افضل. بدنا نغطيها وبدنا نتركها ترتاح، فينا نحطها بالبراد او بحرارة الغرفة لمدة 20 ل 30 دقيقة بيكون منيح. شوفوا عندي هلا عملت شوية بابلز، هيدا الشيء بساعدها تكون فلافي اكتر. طبعا رح ارجع احركها شوي. هلا عندي مقلاية على النار او اي مقلاية بتساعدكم تعملوا فيها كريب. طبعا بدنا ندهنها بالزبدة بين كل وحدة ووحدة. هلا بكوب او باي لوش، طبعا هيدي الطريقة منزلية، حركها بهذا الشكل، تاخذ الدائرة مثل ما عم تشوفوا، تقريبا حاول خليها نفس الحجم من كل الجهات. هلا صارت جاهزة. من بعد ما خلصنا الكريب هلا رح نعمل الصوص بنفس المقلية وبطريقة سريعة جدا. شوفوها معي، عندي هون سكر وشوية زبدة على حرارة واطية، خلي السكر شوية يدوب عندي ويشقر شوية صغيرة. هلا بدي اضيف عندي الاورانج الليمون بحرارة الغرفة، كمان بدي احركهم ليتمازجوا ببعض بشكل جيد. مثل ما عم تشوفوا السكر كله هلا عالسخن بده يدوب. طبعا الليمون ما لازم شيله من البراد وحطه عليها بجمد دغري عند السكر، لازم يكون بحرارة الغرفة وفاتر احسن هيك. هلا عندي هيدي الكريب طويتها بهذا الشكل وبدي احطها على الوجه الثاني، كمان بدي ارجع اطويها بهذا الشكل مثل ما شايفين عندي، او بالشكل اللي انا بحبه. اكيد رح اعمل حبتين هلا بس. اوكي، خليهم شوي ياخذوا هيدي النكهة مع الليمون. شوفوا ما اطيبهم. بدنا ندوق هيدي الوصفة الشهية. فريش ريسيبي، طعمة البلوبري مع طعمة الأورنج
عن جد عن جد وصفة كتير رائعة مشاهدينا، بتمنى انكم تعملوها بهيدي الطريقة وبهيدي المكونات، جربوها. طبعا فينا نستعمل فواكه فريش عليها او بول بوزة، اي نوع منحب، فراز ان كان او بلوبري او ميكس، او فينا نستعمل ايضا الفانيلا. تابعونا وما تنسوا الاشتراك على الصورة اللي بتبين عندكم على الشاشة، وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. الى اللقاء باذن الله، الى حلقة مقبلة.